لاباس على خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو ديالي، جيتكم اليوم بفلوق جديد، وخا نقز لكم واحد جوج فلوقات نقزهم ياسين ديال السفر ديالي، ولكن غنحطهم لكم من بعد. هذا الفلوق واحد الخريجه غير البارح انا وياه صراحه دوزنا واحد النهار ديال الطوب، وقلت علاش لا نشارك معكم. المهم اخوتي قبل ما دوزو تفرجوا في هذا الفلوق هذا، بالنسبه للناس اللي كيبغوا يربحوا الفلوس عن طريق تشجيع فولوك، ما عليكم غير بوانكس بيت. بوانكس بيت واحد السيت اللي زوين بزاف، يمكن تشجع فيه اي فرقه بغيتي بطريقه اللي ساهله بزاف. المهم اخوتي غدا لعب باريس سان جيرمان، راكم عارفين ميسي نيمار حكيمي. المهم واحد الماتش اللي زوين، غادي نخليكم واحد كود برومو اللي هو نيرو 07. هذاك الكود برومو غادي تدخلوا به غادي تربحوا 130 دولار عن طريق نيرو. او بون كوراج ليكم. وثاني حاجه اخوتي غدا ان شاء الله غيتلاح الفيلم مع 6 ديال العشيه، انتظرونا شي حاجه اللي واعره والله. يعني انا باقي دابا حد الان باقي خدام في المونتاج ديالو، شي حاجه اللي هربانه، ولكن الجزء الثاني اخوتي واعر الصراحه. ما نطولوش هذا الفيديو، فرجه ممتعه. واش انا فامي صباح الخير عليكم، نتمنى باش تكونوا صبحتم مزيان وبالصحه والسلامه يا ربي. المهم اخوتي هذا النهار غيدوز زوين صراحه ان شاء الله نتمناه، وقلت علاش لا نشارك معكم هذا النهار بحكم على الزوين. وحنا ما كتلوحوش لي فلوق بزاف، ما تلوحوش لي فلوق بزاف، كنبغي نشارك معكم غير حاجه زوينه، خرجه مناسبه وداك الشيء، شي حاجه اللي غدوزوها حتى نتوما غتفاجئ عليكم. هذا الشيء اللي كاين معنا السياسيين معنا انس تفتح خوتي. المهم شفت لكم هذا الفيديو باش ما نطولش عليكم، ان شاء الله غادي فينا ياسين غادي للميغا مول. ميغا مول قبل ميغا مول غندوزو للطبيب، غادي عندي واحد غونديفو على حساب سناني، من مورا ان شاء الله غنشدو طريق الميغا مول. وبقاو معايا. باش معاك خوك غير دابا عندي لبوش دابا خوتي. اون فوا غادي نهبطو من عند الطبيب ان شاء الله، غادي نشدو الطريق ديال ميغا مول، غادي نشد معاكم كلشي 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 بالتفصيل الممل، وغادوزو معايا النهار. كرون بيزوات ليكم اخوتي. انا عند الطبيب دابا هادشي مخلوع واحد الله، شو داير الايربود في ودنيا، حيت كتبقى تسمع ديك تنقول انا راه من بنجره ما تنتقصحش، ولكن ديك كتخلعني بحال ما عرفت شنو تيقطعوا لي اللحم في فمي. المهم دابا كنتسنى غير الطبيب يجي. قلت لينا لي ياسين قال لي تنقول لي اجي اجي. المهم خوتي بقاو معايا، انا ان شاء الله غير نخرج غادي. المهم الطبيب جا. واش حبايبي انا عاد خرجت دابا يا الصراحه، واخا قلت ما تقصحش بزاف، ماشي بحال النهار الاول. النهار الاول بزاف تنحس بالبنش، تنقول ياسين صافي فمي تنفخ، درت البوتوكس نيفي تنفخ كلشي، تنحس بهاد لي بارتي كامله منفوخه عليا، ساعه هي راه منفوخه لا والو، يقول لي ساعه منفوخ والو. صراحه هاد الحصه الثانيه جاتني عادي، ما تقصحت ما حتى شي حاجه، والحمد لله انا غادي شويه بشويه تنداوي فمي. ودابا فين غادي لا ياسين؟ دابا ترونسبور ان شاء الله باش نشدو الطريق للميغا مول، ونوصلو تما نحيحو كاملين. المهم حبايبي حنا وصلنا دابا، حنا في عين المكان زرقة جي شوفي. المهم خوتي حنا دابا والله إلا هنا مبرد صراحة. المهم إن شاء الله غتشبك بيناتنا، غيكون نهار الطب ديال الطب إن شاء الله، غيدوز داكشي زوين، غنشكوها غير حنا بثلاثة كما عارفين ديما خالقين حنا بثلاثة. وبقاو معانا. صافي كلشي تقال في. المهم خوتي اليوم انا
نجمعوا لي في قنت واحد جمعه واخا واقع على الاول والثاني ما هذاك خوفي عنه هذاك سيري هذاك سيري انا استريح خفي كورونا تنقولها لي هذه ويلي 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 كورونا ان شاء الله يعطيكم العافيه المهم اخوتي غنشد لكم شكون اللي غيربح وشكون اللي غيخسر صح بقاو معايا انا سناك غنصبوا عليهم اخوتي شاش ميله وانا جبت خاصي حد يمشي كل عند ياخذ واخا حماق ثقيل اللي غايشي لهاد البلاصه يجيب معاه تقاصر ها انتم ديما كنفيدكم هاد المره اخوتي تقاصر دابا صلاح الدب خواتي تلبق وكيف الفريق غايجي معاه اش تبيع هاد الشو راسك خوتي علاش غنقول لهم واحد المعلومه علاش دابا حيدنا داكشي ديالنا وعطاونهم مصبابطهم حيت دابا هاد لافيش تزلق لا تخاتي تباطي كتجي على راسك لا هما اللي تباطهم قدام الكورم ديالي ان شاء الله بون كوراج هذا هو صباط زراقه صباط ياسين اللهم بارك 42 كبيره ياسين جبتي نورمال انا 38 خوتي خدينا 19 زريقه وتلحرم في عينو كاع ماشي تقولو واش كشي راه ميله ياسين خدينا جوج 19 بشحال انا كنخوف الدوبل يكون كوصه خاصه الدوبل ماما خوتي كيف كتشوفوني انا وبيبي بيبي دامو غير رجلي كبار من رجلي تولد رجلي لا عندكم اخوتي هاد السبردين حاولت نختارها كبيره باش نرتاح فيها في اللعبه هانتوما اخوتي نيرو هاتي زريقه المهم ها هو زريقه هاتي ها انا هذا اخوتي هو اللي غيلعب الاول عنده جوج ضربات هو فاتي عنده جوج ضربات مو انا عندي جوج ضربات بداو بيا انا الاول ضحاو بيا هاتي ثقه فيا المهم اخوتي ضربت الضربه الاولى طاحوا كاملين بقاو جوج ولكن الثانيه ما حارفنيش الحظ نشوفوا فاطمه الزهراء اش غدير المهم بقاو معنا اخوتي هاتي في ولا ولا جريسه انتظرك فاسي زيرو فاسي فاتي محاولة خطيرة فاتي تريد اللعب يلا فاتي ولا فاتي جوج ماشي مشكل فاتي تحية لداني المهم اخوتي ما ساعدنيش الحظ زوج ماشي مشكل ديما الاول مازال مولفاس غنولف ان شاء الله وغنربحو وياك كيموتي بيوني يا سيدي ضحك عليك شوف مول المره الاولى تحيه لايطاليا زريقه منافس شرس اشوف واش غايدير دير زريقه بين لينا الحقيقه ولا لا 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 وانا عمري لعب شويه صح تحياني طال بقى لي ضربه يوم الخوط ريح انت راه جبتي ثلاثه وراه وحده دابا زريقه جابو مود الحرام شويه المهم اخوتي جبت سبعه اوكي ماشي مشكل دابا الاولى كانت الحظ ما لعبش معايا باقي تسعود الجولات غنحو ما تدويوش معايا الناس تيبغيو يشوفوا اللاعب المونيه غادي
الله هذيك دلاحه ليمونيه سي ولد الله شد دلاح اخوتي فين خرج اول كذا واش طاحوا هادو ثلاثة كانت خاوجة لحت من المخزن سباكة لحت لحت خضرة مزيانة كانت خاوجة طاحوا وصباعه كبار الله تقول مشينا كانت خاوجة انا مشي شنو وقع في هذه شوف سكوت المك بعد ما كانت لحت ديال ليفون دابا دابا غشيتي ويلي 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 بقات وحدك حتى سبايك ماشي مشكل خلي السؤال المهم ياسين هذا لعب لعب او انت تعطي 20 درهم لا خضرا خرجت مليحه ما خوتي الدلاحه الليمونيه ما خرجاتش مزيانه ولكن الدلاحه الخضراء خرجات مزيانه بس لعب الخضراء الخضراء جيبي الخضراء مزيانه مليحه الخضراء الخضراء شوفي الدلاحه الخضراء كتجي مزيانه انت كتبقاي يدك كتميل لهي المهم محاوله ثانيه لفاطم الزهراء ولي ولا فاتي 8 طيحات 8 فاتي برافو عليك برافو برافو ياسين المهم خوتي زريقه هو الاول انا الثاني فاطمه الزهراء هي الاخرى المهم اخوتي كيف ما كتشوفوا خصاش ما ساعفنيش الحظ ماشي مشكل انا كنرضى بالهزيمه ربحنا المهم ياسين كان 38 وانس 81 دونك هو انس اللي ربح كيتسالني انس 20 درهم غنعطيها ليه دابا جينا باش غادي يلعبوا هما بجوج ما غنلعبش انا غيلعبوا في هذه اللعبه هذه ديال الكره وانا نسرق الكره قلت لي ياسين ربح كورة حيت بغيتها هاد اللعيبة هادي كتبقى تدور من لهنايا وتاخد كورة وتحطها هنا وتخرج إلا خرجها طلع ربحتيها ما خرجاتش إن شاء الله مالكم واو بالعاني وما شديو هاد التقوني الله يشب العاني وكنشدها وما كنشدها هادوك زريقة صافي ياسين بلا ما تلعبها جي لهنا راه يدك 10 درهم تمشي باقي عادي ما ياسين بلا ما تلعبها لا يلعب عليها انا ما عرفتش ويلي يا شيخ ويلي 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 هرس الزاز نوض على سلامتك لا 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 لا
والله الا جيتي على ودك في اللعبه انا جيت لهنايا ما تيفوتوش 25 واحد دونك الحصه ديال دابا ما غاسيتش الصنص عاد يمكن حنا ندخلوا وحنا 6:30 ل 48 والمركوب ما 9 تيحبس كلشي ما عرفتش شنو ندير صافي عندهم مع واحد خونا يجي عندنا ايركوبتر ما
غناكلو ابري لا دارت لنا في الخوارة غنرجعو ما دارتش لنا في الخوارة غنمشيو بحال لا بروشين فوا ان شاء الله وصافي مع دابا ندير المهم اللي كان راه غتكملوا معايا البلوك سوا لعبنا سوا ما لعبناش يلاه باي باي المهم لا فامي حنا جينا دابا للبلاصه فين غادي نتغداو انا الشوه انا في الجوع باغي ياخذ لنا هادشي كله تيقول لك خذوا لي خذوا لي وحده 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 من الواحد من حاجه صحاب لي ملياردير المهم اخوتي واقيلا غادي ندير النهايه ديال الفلوق هنايا حتى السبت ان شاء الله وغادي نكمل